الله النهارده هناخد الدرس العملي الاول في مقرر الاغذيه نباتات الماستر. النهارده هنتكلم عن ايه يا جماعه؟ هنتكلم عن النيوتريتيكال بروبيرتيز اند هيلث بينيفيتس اوف رايس. تمام؟ نيوتروسيتيكالز يعني ايه؟ المهم قوي ان انت تبقى فاهم كلمه فايتوكيميكالز ونيوتروسيتيكالز. طبعا انتوا عارفين ان الغذاء بيحتوي على مجموعه من النيوترنت الايه؟ المغذيات. كلمه نيوترنت بنقولها على الكربوهيدرات، على البروتين، على الدهون، على الميه، على الفيتامينز بانواع المختلفه سواء كانت ذائبه في الدهن او غير ذائبه في الدهن او ذائبه في الميه. كلمة نيوتروسيتيكال هي عبارة عن مواد كيميائية أخرى موجودة في الغذاء بخلاف هذه المركبات، يكون لها تأثير صحي. التأثير الصحي ده حاجة من الاثنين، يا إما تأثير صحي يقي من المرض يعني يمنع حدوث المرض وهنا بنقول ده تأثير وقائي، أو تأثير علاجي. والعلاج هنا ممكن يكون يا إما بيقلل من بيخفف من الأعراض أو بيقلل من الحدة أو بيطول من الفترة اللي ممكن يعني ما يحصلش فيها مشاكل. طيب طبعا احنا اول في نقطة مهمة جدا لازم ان احنا نتكلم عنها، ايه هي؟ مش كل الأغذية فيها نيوتروسيتيك. يعني ايه؟ في أغذية فيها مركبات نافعة والنفع بتاعها عالي، وفي أغذية ما فيهاش وده طبيعي جدا، وفي أغذية في جزء منها فيه نيوتروسيتيكال وجزء تاني ما فيش فيه نيوتروسيتيكال. وبالتالي واحنا بنتكلم مش هنذكر كل الأغذية، احنا بننقي من الأغذية اللي احنا من الحبوب مثلا ايه هي أكتر الحبوب اللي قيمتها الغذائية مرتفعة وفيها نيوتروسيتيكالز مركبات حيوية ليها تأثيرات صحية. فالنهارده هنتكلم على النيوتروسيتيكالز اللي موجودة في الرايس. أول حاجة قبل ما نتكلم على المركبات أو المغذيات الدقيقة اللي ليها تأثير فانكشنال افكت تأثير وظيفي، لازم نعرف الإيه؟ النيوترنت كومبوزيشن. أولاً إيه هي المغذيات الأساسية اللي موجودة؟ وعلاقتها بالهيلث بينيفيتس. هنتكلم عن الكربوهيدرات والليبيدات. واحنا بنتكلم عن الكربوهيدرات هنقول ايه هي المغذيات الدقيقه اللي بتبقى موجوده ضمن التركيب بتاع الكربوهيدرات، وفي الليبيدات برضه نفس الكلام. اول حاجه الرز الرايس، في كثير من الشعوب خاصه في شرق اسيا كانت بتنظر على انه غذاء وفي نفس الوقت علاج. In addition to being a stable food, rice also medical value, which also clearly recognized thousands of years ago. في عديد من الشعوب كانت بتتعامل مع الرز ان هو مش غذاء بس، ده عباره عن دواء. وطبعا الناس اللي كانوا عندهم القصه ديت هم مين؟ الصينيين. الصينيين الكتب الصينيه القديمه كانت بتنظر للرز على ان هو فيه فوائد صحيه. The philosophy that rice is both food corp and natural medicine has been well recorded in ancient science literature. الكتب الصينية القديمة مكتوب فيها كلام كتير عن الفوائد الصحية للرز. وفي كتاب اسمه اليورو امبرور كلاسيك اوف ميديسين، كتاب الامبراطور الاصفر في الصين. الكتاب ده بيقول ايه؟ ان في 5 سيريال are for nutrition and 5 vegetable ريوليشن، ان في 5 حبوب ليها فوائد صحيه وخمس خضروات ليها ايضا فوائد صحيه. وكان القوت والريس من ضمن الايه؟ الخمس حبوب دول. برضو نفس الكلام في الهند، تم استخدام اكثر من طن في من الارز كعلاج. بعض
مختلفة استخدمت انتريتمنت اوف فيريس اليمنت تاتش اس. كانوا بيستخدموا الرز في علاج الدايريا الاسهال والفومتنج الترجيع والسخونية والبعض الالام المختلفة والسلام والحروق. طبعا يا جماعة دايما الناس كانت الناس قديما بتستنبط العلاج من البيئة. يعني مثلا اضربكم مثل بسيط قوي، جماعة بتوع الجبل في الصحراء عندهم مشكلة كبيرة قوي اللي هي الايه؟ العقارة، صح؟ فدايما كانوا زمان العقرب المفروض ان هو لما الصيف دلوقتي لما في واحد صلوا تسمم بالعقرب في حقنة معينة مضاد للسم ده بيحصل، فكانوا زمان في ايه استنبطوا تلاقوا تدور كده في ازاي الناس ديت لما كان واحد العقرب بيتبعه كانوا بيعملوا معاه ايه؟ هتلاقي كلها اخبار مستوحاه من ايه؟ من البيئه. فالمهم نفس القصه الجماعه بتوع الصين والهند وكده كان عندهم النبات الشائع هو الرز، فهم دايما كانوا مهتمين ان هم يستخدموا الرز لاغراض علاجيه، تمام؟ دي مقدمه كده يعني ايه؟ كلام يعني. نيوترنت كومبوزيشن اند دير هيلث بنفيت. هنتكلم الاول على المغذيات اللي موجوده في الرز ووظائفها الصحيه. هيومنز نيد تو كونسيوم ريتيفلي لارج اماونت. الانسان محتاج بشكل اساسي ايه؟ الكربوهيدرات، البروتين، الليبيد، وكميات من المايكرو اليمنت اللي هي المايكرو اليمنت اللي هي ايه؟ ديت المغذيات اللي الجسم محتاجها بكميات كبيره اللي هي الكربوهيدرات والبروتين والدهون. في مايكرو اليمنت اللي هي الفيتامينات والمعادن، المغذيات اللي الجسم محتاجها بكميات صغيره، ودي زي الحديد والنحاس والزنك واليود والسيلينيوم ومجموعه من الفيتامينات. الجسم محتاج الحاجات ديت عشان يظل حي. رايس جرين كونتينز موست اوف ذا بنفيشال كومبنت. لو احنا بصينا على حبايه الرز كحبايه مش الارز بعد التصنيع اللي هو الارز الابيض، لا اللي هي حبايه الرز نفسها اللي هو اللي احنا قلنا عليه ايه؟ البراون من دون الهضم، البراون رايس او الكرب. لو احنا بصينا على حبايه الارز هنلاقي ان فيها معظم الحاجات ديت سام ار بريزنت ان لارج اماونت، بعض منها موجود بكميات كبيره وبعض منها موجود بكميات صغيره. اول حاجه بالنسبه للكربوهيدرات، كربوهيدرات ار ذا ميجور كومبوننت اوف رايس جرين، زيها زي انواع الحبوب المختلفه تعتبر الرز مصدر اساسي للايه؟ الكربوهيدرات. توتال ستارش كونتينت اوف براون رايس، محتوى الرز البني من الستارش قد ايه؟ من 72 ل 82%. طب الرز بقى اون دراي ووتر بيز اند اراوند، وعلى وبالنسبه للرز الميل درايس، الميل درايس اللي هو ايه؟ الرز الابيض اللي بيتباع في المحل اللي انت بتشوفه. يبقى البراون رايس في 72 ل 82% نشا، والميل درايس الرز الابيض فيه كام؟ 90%. وهي ديت المشكله الاساسيه بتاعت الحبوب زي الخبز او الارز، ان هو يعتبر كله ايه؟ نشا، كله نشا مش كربوهيدرات، نشا. There are two structural components of starch. لازم تبقى انت حضرتك فاهم زي ما احنا بنقول ايه؟ ان انا عندي نوعين من الايه؟ من النشا، النشا بتتكون من جزئين، الاميلوز وده عباره عن ايه؟ ونشا معقد بس مستقيم ولا متفرع؟ مستقيم، والاميلوز دي متفرع، تمام؟ الاميلوز مش بس هو كمان مستقيم، ده عباره عن لينير تشين، لازم تبقى عارف ان هو لينير. الامتحان بجيبها لك الخبطه بين الاميلوز والاميلوز، اقول لك ده برانشد وده لينير تشين. بيحتوي على قد ايه؟ من 10,000 ل 100,000 وحده جلوكوز. يعني ايه؟ كل جزيء اميلوز بيبقى فيه من 10,000 ل 100,000 حباية ايه؟ جلوكوز، جزيء جلوكوز. طب الامينو ويستن بقى هاز ماتش لانجر، جزيء الامينو ويستن اكبر بكتير قوي من جزيء الامينوز، وبيبقى فيه عدد وحدات الجلوكوز 10 اضعاف
الايه الامينوز، يعني بنتكلم في ملايين او مليارات. الزيرو ستراكشر از مور كومبلكس ذان ذات اوف امينوز، وتركيبه اكثر تعقيدا من الايه من الامينوز. بس زي ما قلت لكم في نقطه مهمه جدا لازم تاخدوا بالكم منها، ايه هي الفرق ما بين الامينوز والامينوز؟ ان الامينوز اجبنه هو قصير الانزيمات بتاعت البنكرياس اللي هي فيها الالفا اميلاز.
الجلايسيميك اندكس. عارفينه ايه هو الجلايسيميك اندكس؟ مؤشر ليه ارتفاع السكر بعد تناول الطعام. Which is commonly used to estimate the blood glucose response. المعامل الجلايسيمي بيقدر مدى ارتفاع مستوى الجلوكوز بعد تناول الطعام، ويقارنه بحاجة بتؤدي إلى ارتفاع مستوى الجلوكوز بعد تناول. أكثر حاجة بتخلي السكر يرتفع في الدم بعد تناولها هما حاجتين، يا إما السكر اللي هو سكر السكروز اللي بيستخدم في التحليل، أو الخبز الأبيض. الخبز الأبيض بتخلينا كده يقول لك إيه؟ فريش وايت بريد. فريش، ليه فريش؟ لأن المنتجات اللي فيها النشا بعد ما بيتم تسخينها يعني إنتاجها وطبخها وتجهيزها، لو أنت عندها فترة بيحصل حاجة اسمها ريتيجالزيشن. يعني ايه بقى ريتيجالزيشن؟ او بيات الخبز. الخبز لما بيطلع من الفرن بيبقى ايه؟ خالص صح؟ تجيب الرجل كده تعمله كده يجي معاك، تعمله كده ايه؟ طب سيب الخبز ده بقى في الهواء لمدة 12 ساعة، تعالى بقى اعمله كده صلوا ايه؟ تعمله كده. ليه كده؟ لان النشا كده موجود في ايه؟ في الصورة المتمولة. تمام؟ لما انا احط عليه ميه وعملته حصلت الصوره المتجانسيه، والصوره المتجانسيه دي هي اللي بتدي الايه؟ الطراز والطبيعه. لما اجي اعمل هذه العمليه التمرين يوم تحصل له ايه؟ اعاده طبعا يقول عليها اعاده تمرن ايه بقى ايه؟ ريجنريشن، العوده الى الصوره المتجانسيه. وبيقول لك ان الصوره اللي النشا بيطلع عليها بعد لما يبرد بتبقى اكثر طراز وطراز من الصوره الاولانيه. فكل ما يكون نسبه الاميلوز في الدقيق اعلى، كل ما الانتهاءات تكون ايه؟ اكثر، وظاهره الريتيكالزيشن او حاجه تكون تكون ايه؟ اكثر. على فكره العيش لما الدخل هو نص الساعه مقارن مختلف خالص لما ياكله ثاني يوم، صح؟ دي اسمها ايه بقى؟ ولذلك الفريش وايت بريك ما حصلتش فيها عمليه الريتيكالزيشن، وبالتالي الجلايسيميك اندكس بيأثر على كل حاجة. هل جيم يوز قاعد اجيب فور دايت فور نون انسولين ديبندنت دايبيتيز ميريكس فيش. طبعا الجلايسيميك اندكس ده مهم جدا لمرضى السكر اللي مش معتمدين على الانسولين، اللي هم بيعانوا اللي حصل عندهم ان الخلايا بدات تقاوم فعلا الانسولين بسبب الارتفاع المستمر بالنسبه للسكر، وبالتالي بيبقى مهم قوي ان انت تحافظ على مستوى السكر في الدم عندهم. رايس كان كلاسفايد انتو هاي اند لو جلايسيميك اندكس فايد ديبندنج اون انت مايوز كونتنت اند بروسيسنج. يعني بيقول لك ايه؟ الرز احيانا بيبقى الكبداء هاي جلايسيميك اندكس، واحيانا بيكون ايه؟ لو. ايه مين بقى اللي هيحدد ان الرز هاي وان الرز لو؟ اول حاجه مستوى الرز لما يرد ان انت بتعرف ان ممكن الرز يبقى فيه 2% لما يرد غالي تماما 30%. الحاجه الثانيه طريقه التصنيع بتاثر على الجلايسيميك اندكس من ناحيه ايه بقى؟ من ناحيه الريتيكالزيشن. ان طب الريتيكالزيشن ده بيكون حاجه اسمها الريزستنت ستارش. ريزستنت ستارش النشا المخالط اسمه ايه؟ ريزستنت النشا المخالط ده عباره عن ايه؟ الهضم دي هضم الحاجات
طيب The estimated glycemic index of freshly cooked rice samples حوالي 69 for high amylose rice. Where the dose regarded starch range من 64 ل 87 يعني ايه الكلام ده؟ بالنسبة للرز الجلاسينيك اندكس بتاعه كام؟ 69 ده اللي هو الهاي امايلوز رايس وده يعتبر 66 منخفض. طب ده الرز اللي هو المرتفع في الامايلوز ده الكلام ده هو لسه فريش يعني لسه طالع من الفرن او مطبوخ حالا. طب لو انا سبته بقى يحصل له ايه؟ ريتي جاردت. يعني ايه ريتي جاردت؟ تعالى تمرر يبقى اذا هيحصل انخفاض للجلايسيميك اندكس من 69 ل 64. دايت ويز لو جلايسيميك اندكس وانت طبعا كراجل بتاع دايتيت مهم جدا ان انت تهتم بالغذاء اللي انت بتقدمه لمريض السكر او حتى للاصحاء يكون ايه؟ لو جلايسيميك اندكس. ليه؟ لان هو امبروف ميتابوليك بروفايل بيحسن من عمليات التمثيل الغذائي خاصه عند مين؟ امراض السكر. اكسايد ويز ريديوز ريسك وبيقلل من معدل مخاطر الاصابه بتايب 2 تايب 3. يعني ايه؟ يعني انت لو انت شخص صحيح وسليم وبتاخد بالك وانت بتاكل ان انت بتاكل اغذيه منخفضه في المعامل الغذائيه فانت كده بتقلل من مخاطر اصابتك بحاجتين ايه هما؟ تايب 2 تايب 3 السكر والكارديوفاسكولار ديزيز. تمام؟ مين بقى هنا اللي في الرز اللي بيقلل المعدل الجلايسيمي؟ الامايلوز. ولذلك المفروض ان احنا ندور على اصناف الرز المتبعه في الامايلوز والمتغذى عليها. تمام؟ ريزيستنت ستارش is the sum of starch and the product of starch hydrolysis which is not absorbed in the small intestine of his individual. يعني ايه؟ خلي بالك ان هو الصحة بتاعت الأمعاء وبتزود من كتلة الأمعاء.
وبتحدد وليها تأثير جيد على الموت، وهي ليها فوائد صحية عديدة جدا، حتى ان هم غيروا النظرة بتاعت اللبن من ان نظرة سيئة دون اللبن الى نظرة ايجابية. Consumption of foods high in dental starch is associated with improved gut health. تناول الأغذية فيها دكتور ستارش ده مرتبط بان الامعاء هتبقى صحتها كويسه بسبب تكون الايه؟ شورت تشين واير. لو سبلاي اوف ذيس اسيد از اسوسايتد وذ انكريز ريسك اوف نون انفكشن ديزيز. يعني ايه؟ بيقول لك ان عاده من الاشخاص اللي ما بيبقاش فيه الياف في اكلهم و ما بيحصلش تخمر وما بينتجش الشورت تشين فاتي اسيد بيبقوا معرضين للامراض الغير معديه. الامراض الغير معديه ببساطه هي الامراض الناتجه عن الالتهابات في الجسم اللي هي الانفلونزا. ذا ليبر ستارش كونتين وشون تو رينج فروم 0 to 1.6 فور ان كوكد رايس اند فروم 4.2 to 2.8 فور كوكد رايس. هتجد هنا ان عمليه الطبخ زودت في ايه؟ الريزيستنت ستارش. تمام؟ بس خلي بالك ان الريزيستنت ستارش علشان يتكون لازم يحصل خطوه ايه؟ الريزيستنت. وده معناه ان لازم ان الاكل ده يضرب. يعني انت لو كلت السكر ما هيبقاش في ريزيستنت ستارش، وزي الرز البسمتي لما انت بتطبخه وبعد كده بتسيبه يضرب بتلاقي قوامه ايه؟ بقى صعب. ده لازم يدوم بسببه ظاهرة في الليفر الابريشن او تكون الريزيستنت ستارش. فاهمين يا جماعة؟ ظهر اميلوز رايز الاطماس الارز المرتفعة في مستواها من الاميلوز وذ ابيرنس اميلوز كونتنت واللي مستواها من الاميلوز بيتراوح اللي بيصل الى 39 دي هتلاقيها اعلاهم في الايه؟ في الريزيستنت ستارش. وبالتالي فالريزيستنت ستارش مرتبط بمين؟ بالاميلوز. تمام؟ وهتلاقيه برضه بيزيد في يعني ايه مع عمليه الطبخ. احيانا بيبقى هو اصلا موجود في الحبايه قبل عمليه الطبخ، يعني ليش نفسه اللي موجود اللي ما بيقدرش ان الالفا اميليز بتاع الجسم يهضمه بصوره كامله. البار بويلز دورت عليه الارز المغلي. البار بويلز هو عباره عن ايه؟ رز بيتم اثناء انتاجه عمليه تعريضه للبخار بهدف ان العناصر المعدنيه المفيده اللي موجوده في القشر البناء تنتقل الى الاندوسبيرم. وبالتالي فالبار بويلز رايز ده برضه بيتم معامله حراريه ليه اثناء التصنيع، فبرضه يحصل فيه بيتكون الزيت الستارش بسبب ان في جزء من الاميلوز بيحصل له ايميرفاس وبعد كده تحصل له عمليه ريديجردريشن وده بينتج عنه تكون الريزستنت ستارش. تمام؟ ان جنرال الاميلوز كونتنت سيجنفيكنتلي افكتد ذا ريز and the degree of rice starch digestion in the gastrointestinal tract and some other biological relevant parameters. هو بيلخص كل الكلام ده وبيقول ان معظم الفوائد الصحيه بتاعه الرز بتبقى الى حد كبير مرتبطه بمين؟ بالاميلوز. وده السبب اللي بيخلينا نقول ان الارز صحي عن الايه؟ عن الخرز بسبب وجود مين؟ الاميلوز. Consumption of rice meal high in resistant starch decrease postprandial glycemic and insulinic response. يقول لك ان تناول الاغذيه مرتفعه في الريزستنت ستارش ده هيصاحبه انخفاض في المعامل الجلايسيمي وكمان انخفاض في مستوى السكر بعد الغذاء وهيحسن من الاستجابه بتاعت الخلايا للانسولين and promote experimentation related production. وطبعا بقى الكلام ده كله بيبقى مشكلته ان الفرمنتيشن ده بيبقى مرتبط بانتاج بعض الغذاء. وطبعا لو ما كانتش الصحه بتاعت الشخص كويس ممكن ينتج عنها بعض المشاكل يعني. The fiber is the edible part of plant or analog carbohydrates that are resistant to digestion.
يبقى في فرق ما بين الريزستنت تاتش والداتا ريفايبر. الداتا ريفايبر هي في الاصل غير قابله للهضم، انما الريزستنت تاتش هو التاتش بس حصل في تغير كده خلاه غير قابل للهضم. الداتا ريفايبر ما بتتهضمش في الاصل، وبالتالي فهي برضه بتروح لل بتعدي من الاسمول انتستن الامعاء الدقيقه وبتروح للقولون وهناك بتطلعها فيرمنتيشن. وبرضه بينتج عنها شورت تشين فاتي اسيد واشياء من هذا القبيل. الداتا الفايبر اللي موجوده في الرز تشمل ايه؟ سليلوز، هيمي سليلوز، جلاكتو اوليجو ساكرايز، بكتين، ديت الداتا الفايبر بشكل عام مش اللي موجوده في الرز. انا بقول لك ان الداتا الفايبر بتشمل كل المركبات دي. البكتين، الريزستنت ستارش، اللينين، اند سبستانس اسفايتد ويز نون ستارش بوليساكرايز، وفي بعض المركبات الغير كربوهيدراتيه بتبقى موجوده مع الداتا ريفايبر زي اللينين والووكس الشموع والفايتيت والكايتين والصابونين. دي كلها مركبات بشكل عام ما بتقدرش الامعاء الدقيقه ان هي تنظمها، وبالتالي فهي بتنتقل للقولون وهناك بيحصل التخمر ليها. طبعا الداتا ريفايبر دي بتقسم الى قسمين، سوليبل داتا ريفايبر وان سوليبل داتا ريفايبر. ودايما يا جماعه لما نيجي نتكلم عن داتا ريفايبر لازم تبقى عارف في ده سوليبل ولا ان سوليبل، لان السوليبل ليه وظايف والان سوليبل ليه وظايف ثانيه. داتا ريفايبر كونستيتوينت نسبة الداتا ريفايبر في البراون رايس كام؟ من 2.6 على 4. هتلاقيها في الميلز رايس كام؟ نزلت خالص، وصلت 7 من 10، واخد بالك؟ وطبعا 2.3 من 10 ده اللي هي بعض اصناف القرص اللي فيها نسبة ريزستنت ستارش عالية، وبالتالي هتلاقي فيها داتا ريفايبر عالية بعد ما ايه؟ بعد ما هطلعها عملية الطبيعي. نسبة الداتا ريفايبر في الرايس كام بقى؟ من 17 ل 29. السؤال بقى المهم، الداتا الفايبر اللي موجود في الرز بشكل عام سوليبل ولا ان سوليبل؟ ان سوليبل. مهم قوي الحكايه دي، معظم الداتا الفايبر اللي موجود في الاغذيه ان سوليبل، وبشكل عام الداتا الفايبر ان سوليبل وظيفتها بتتحقق في حاجتين، ان هي بتشعر الانسان بالامتلاء، دي برضه دوار الوظائف، اكتبوها دي وظائف الايه؟ الانسوليبل داتا ريفايبر ووظائف السوليبل داتا ريفايبر. خش كده اكتبها نعرف كذا ايضا نحطهم. ببساطه الانسوليبل داتا ريفايبر بتعمل ايه؟ بتعمل قوام الامتلاء، بتنتقل للقولون اللي احنا طلعنا تقمم، بتعمل عمليه تنظيف زي كانت كده، بتشيل بقى لو هي ماشيه المركبات الضاره والكارسينوجينيك، ممكن نتوسع على صفحها بعد عملها الصرف. ده ايه؟ الانسولين. السيلوبول بقى بتعمل ايه؟ السيلوبول دي جروب كبيرة قوي. السيلوبول دي عندها قدرة عالية قوي انها تبص المية، يعني انت ممكن مثلا مجرد معلقتين من الشوفان اللي كان فيه سيلوبول وتحطه، بتقوم هي تمتص كمية كبيرة من المية وتخلي الطعام غليظ، وبتزود النزوجة قوي. لما يكبر غلط الامعاء وبتخلي الكتله اللي موجوده في الامعاء النزوجه بتاعتها عاليه قوي كده، بتقوم تعمل ايه؟ بتقلل من معدل امتصاص الجلوكوز، وبالتالي تاثيرها على جلوكوز اندكس بيكون ايه؟ ممتاز. اكثر حاجه تقلل الجلوكوز اندكس هي ايه؟ السوليبل داتا ريفايبر. وبرضه بتنمط على صفحها الامعاء الصفراء والمواد السامه اللي موجوده في الغذاء، بتزود نسبه الخراب، بتعمل نفس فوائد الانسولين، بس بالاضافه اليها ان هي بتقلل من معدل امتصاص الجلوكوز، كان بالظبط حاطط في الامعاء السفنجه. والسفنجه دي مفصل ايه؟ السكر. وكل شويه تقوم ايه؟ خارج منها نقطه كده، كل شويه خارج منها نقطه. وبالتالي فانت لما بتاكل الصبح السوليبل داتا الفايبر ومعاها شويه كربوهيدرات، تفضل قاعد طول النهار لا تجوع ولا حتى تمسك الميه ولا تعطش ولا تحس باي حاجه خالص، فاهمين؟ بس مش موجوده في اغذيه كتير، الداتا السوليبل داتا الفايبر مش موجوده الا في عدد محدود من الاغذيه.
من اشهر الفواكه اللي فيها داتا التولوبر داتا اللي فيها بر ايه؟ الجريب فروت اللي هو انتوا عندكم يعني مش محترمينه خالص بيقولوا عليه هنا ايه يا ربي؟ ها؟ عارفين الجريب فروت ده اللي هو ايه؟ بيقولوا عليه هي عباره عن ثمره صفره كبيره كده ومن جوه بتبقى حمراء زي البرتقال. هو بيبقى ثمره صفره كبيره كده ومن جوه احمر. ايوه هو ايه؟ الدنباع. ايوه هو ده. حتى هم سموه الاسم ده. هو ده. هم سموه الاسم ده يعني ايه؟ ان هو مش لازم. فاهمين ان هو صحي جدا. دوروا عليه برضه. اكتبوا كده الفوائد الصحيه للجريب فروت. تمام؟ داتا الانتاج جريتر انتاج داتا الفايبر بيقول لك هنا ايه بقى؟ ان استهلاك الداتا الفايبر بكميات كبيره ميل تو يؤدي الى فوائد فسيولوجيه افكتس انكلودنج لاكتيشن ده اللي هو التليل ان الشخص ده ما يحصلوش امساك اتريشن اوف بلوت كوليسترول خفض مستوى كوليسترول الدم وخفض مستوى جلوكوز الدم ومش مقصود هنا بالخفض قد ما هو بالتنظيم. الديفيشن اليفيشن اوف بليتس ومنع حدوث العديد من الامراض زي الكاردو فيسكولار ديزيز والدايبيتيز والكولوكاس. يعني قلنا كده ببساطه شديده ان الداتا الفايبر بتنظم لك السكر بتقلل الكوليسترول بتمنع اصابه امراض تقلص الشرايين والسكر والايه؟ والقولون. ومالوش اي اضرار الا ان بعض انواع الانسولوبل داتا الفايبر لو هي هشه قوي ممكن تعمل تجربه في الامعاء زي اللي كانت موجوده فين؟ في الهضم. تمام؟ الرحيم النهارده ده الدرس العمل الثاني نقرر ارضنا بسيط المصدر هنكمل كلامنا الخاص بالنيوتروسيتيكالز اللي موجوده في الرايت. طبعا احنا اتكلمنا عن الكربوهيدرات هنتكلم بقى عن الليبيد. طبعا الرايت بالذات هو وذره دول الاثنين المحصولين اللي بيستخدموا في انتاج زيوت بشكل ثانوي. يعني ايه؟ موجود في السوق حاجه اسمها زيت رجاء كون وفي زيت الذرة. هم دول المحصولين اللي بيتم انتاج منهم الزيت بشكل صناعي. ذا ليبيد كونتنت اوف براون رايس محتوى الدهون او الزيت اللي موجود في الرجيع في براون رايس اللي هو الرز البني بعد ما شلنا الاصل من كام بيصل لحوالي 4%. طب محتوى بقى الرجيع من الرز هتلاقي بيصل 17 وبالتالي طالما بيصل 17 في امكانيه لانتاج الزيت. وفي تعرفين نفس الفكره اللي بيتم بيها انتاج الزيت من الزيتون بيتعمل الزيت بتاعي بيستخدم من الزيتون ازاي؟ بيتعصر بنفس القصه. هم بيدخلوا برضه الرجيع في يعني تحت ضغط وبيطلعوا منه الزيت. اول ابلاي يور بيت ديبندنج اون ديفرنت فاريشن. طبعا في اصناف بتبقى مرتفعه في مستوى الزيت واصناف ثانيه منخفضه في مستوى الزيت. ذا مين اوف فاتي اسيد وكوليك. ركز في النقطة دي أوي. الحمض الضوء الأساسي اللي موجود منه في الأوليك. على فكرة زيت الزيتون الحمض الضوء اللي برضه منتشر فيه هو مين؟ الأوليك. إحنا عندنا في ثلاث أحماض اللي هي الأوليك والإيه الأوليك. يعني عارفين الأوليك طبعاً 18 ذرة كربون وفي رصة زوجية واحدة. الاوليك ده لقوا ان ليه فوائد صحيه خاصه بايه بقى؟ بالمخ. يعني الاوليك بيخش في تركيب خلايا معينه في المخ ومهم ليه صحه البران. اللينوليك في 18/2 وعقوبه الضمنتك اسيد. ضمنتك اسيد هو اسوء الاحماض الدهنيه. ضمنتك اسيد ولازم الحاجات دي تتوفر في اللينوليك.
في الدهون والزيوت بشكل عام لا يجب ان تؤخذ بايه؟ بمجمل ولا حتى الدهون المشبعة ولا غير المشبعة. بالنسبة للدهون المشبعة الزيوت المشبعة البروميتك اسيد يعتبر هو اسوأ حامض دهون، والحاجة اللي فيها برميتك كتير من العمل. تمام؟ These are three fatty acids accounting for more than 70%. الأحمر الدهنية دي بتمثل 70%، بس هو هنا طبعا ما اتكلمش عن ليفل كل حمض دهني كام. ده لما نيجي نتكلم عن البراير والرايس براير وين هنتكلم عن الجزء ده. الباك والبيرز والبرايتس، فاكرين الأسبوع اللي فات كنت قلت لكم تدوروا على الرز البيرز اللي هو البنفسجي، دوروا عليه؟ شفت الرز البلاستيكي ده اللي عامل ازاي؟ بطبق طبق والله. فرايتي الويل كولر تو بي هاير ان كرود ليفل كونتنت، يقول لك ان الرز الاسود، في رز اسود ودي اصناف بريه من الرز. وبشكل عام في الخضروات دايما يقول لك كده في قاعده ان الخضروات الداكنه صحيه عن الخضروات الفلح في الاصناف الواحده. ليه؟ لان اليوم الداكن في الحبوب او في الخضروات او في البقوليات ده بيرجع لوجود في نور الكومباوند، فنور الكومباوند دي بقى تاسيسها. فبيقول لك ان الاصناف الرز الاسود والبلاستيكي دول مستواهم من الليمت بيكون ايه؟ بيكون ممتاز. تمام؟ زي ذا ريد براون اند كلر ليد فرايز. Major portions of lipids in the diet grain are in the lipid bodies. بنقول ان الزيوت في الرز بيبقى موجود في اجسام دهنيه. وقلت لكم نقطه مهمه قوي، ليه الزيوت والدهون الشق الدهني في الرز موجود في اجسام دهنيه؟ دلوقتي الموجود في الحمام بتاع الرز فيها جسم مريض وفيها اجسام دهنيه. فرابع الجسم المريض بعيد عن الاجسام الدهنيه، يبقى الاجسام الدهنيه هي تظل مستقبل الكيانه وتظل لها مشكله. اول ما المريض يوصل الاجسام الدهنيه يقوم حامل على طول الصغير الصغير ويتكون كوليسترول واحماض دهنيه ويصبح هذا الدهن عديم الفائده. تمام؟ بيبقى موجود في اجسام دهنيه. فين بقى؟ في طبقة الابرو في الجنين وطبقة الابرون ليير وطبقة الابرون ليير. يبقى الاماكن اللي موجود فيها الزيت في الجنين في الرز فين؟ في الجنين وطبقة الابرون ليير. ولذلك بنقول ان المكان طبقة الابرون ليير والجنين دي من اكثر الاماكن الايه؟ الكبسة الغذائية مرتفعة في الرز. ذا ليبت كونتنت ان رايس بران. شوف بقى احنا قلنا نسبة الليبت في البراون رايس كانت كام؟ أقصى حاجة 4%. طب في الرايس بران وصلت لكام بقى؟ 27.4%. وطالما هي نسبة كبيرة كده يبقى أنا ممكن أستخدم هذا المنتج الثانوي كمصدر استخلاص الزيت وأنتج إيه بقى؟ الرايس بران أويل. بس المشكلة اللي بتقابلنا إيه بقى في القصة دي؟ إن أنت لو ما لحقتش تستخلص الزيت ما يزيد بسرعة بعد إنتاج البران هيوصل بسرعة كبيرة للأجسام الدورية ويعمل تحلل الإنسداد الشبكية وكده الكوليسترول وأفراد دورية. وطالما الكوليسترول الثلاثي اتحلل أصبح غير مفيد تستخدمه بقى في صرف الصابون. تعمل منه اي حاجه من الحاجات دي، انما تستخدمه كزيت في تغذيه الانسان مش هينفع. The major fatty acid in bran oil، قلنا ان اول حامض دهني موجود في زيت رجاج الكون هو مين؟ الاوليف يعقبه اللينوليف يعقبه البرموتك. الاوليف نسبته كام؟ 35 لـ49. ودي تعتبر مين؟ هو كده يبقى شبه مين؟ شبه زيت الزيتون. شبه زيت الزيتون. وكثير من الفوائد الصحيه لزيت الزيتون بترجع لمين؟ للاوليجا. وهتدوروا انتوا بقى على ايه النهارده؟ هتدوروا على الفوائد الصحيه للاوليجا اللي هي الهيلثي
benefits of oleic acid. healthy benefits of oleic acid. وايه ده اول حاجه. الحاجه الثانيه ايه هي اهم الزيوت اللي موجود فيها مين؟ الاوليك. ايوه بالظبط تمام صح. وفي نفس الوقت عشان هي ايه ما تزعلش هتدوروا على الفوائد الايه الاضرار الصحيه لمين؟ للبرمجه. وايه هي اكثر الزيوت اللي موجود فيها مين؟ بالمثل كده انت مرضية تمام. رايس بلاك اويل وده ممكن بيوصل من 20-25% من رايس بلاك. وبذلك بيعتبر هنا الذكرى جاء الكور او ذكرى جاء الكور ممكن جدا ان احنا ننتجه من الرايس بلاك. ينتج عن ايه يا جماعه لما تنتج من الرز الذكرى جاء دلوقتي انت عندك الرز بننتج منه بنزرعه عشان نحصل على الرز الابيض ده. فلو انا انتجت منه كمان رايس بلاك اويل يبقى انا بعمل ايه؟ يبقى انا بعظم من قيمه الارز لان المجال ده الزيت ده انا هبيعه فلوس وبالتالي تقييم الطن بتاع الارز هيبقى اقل. يقول لك ان الرايس بلاك اويل ده از ايونيك امونج ايدبل اويل يعني بيقول لك ان هو زيت سريع جدا تمام؟ Due to its rich source of commercial and nutritional both phytochemicals. يقول لك ان الزيت رجاء الكون ده لدرجه ايه بقى؟ من كثر ما النيوتروفيليكال او المغذيات الدقيقه اللي قيمتها عاليه قوي الزيت رجاء الكون ما بيكرروهوش بيعملوه زي زيت الزيتون. زيت الزيتون انت بتاخد الزيتون تعصره تحصل على الزيت. فعشان لو معاه مركبات وناس تعودت ان هي بتستهلكه بالشكل ده فبيستخدموا عليه زيت زيتون بيك فيرجن اوليف اويل. نفس القصه بيعملوها مع رايس بلان اويل بياخدوا زيت الرجاء الكل ما بيكرروش. ولو زيت الزيتون تم تكريره سعره بيحصل له ايه؟ بينخفض. لو هو بقى الطيب يبقى الخير. And the nutritional important phytochemical such as ايه بقى اهم المغذيات الدقيقه اللي موجوده في رايس بلان اويل خلصوا يقول لك اول حاجه الاوريجانول. والاوريجانول ده هو عباره عن مركبين فينول الكوباوند وفايتوستيرول مرتبطين مع بعض. ليه بقى فوائد صحيه عديده تمام؟ هنأجلها الاسبوع الجاي ندور على الفوائد الصحيه. والليتسين ده فوسفوليبيد والتوكوفيرول اللي هو فيتامين اي والتوكوتيرينول صوره اخرى من فيتامين اي. وعلى فكره التوكوتيرينول ليه فوائد صحيه برضه مهمه قوي. هو برضه ذيس فايتوشيميكالز ار ريموفد فروم ذا رايس بران اويل اند ذا ويست باي برودكت ديورنج ريفايند بروسيس. لو احنا عملنا عمليه تكرير الريفايننج يعني ايه ريفايننج؟ ها؟ لا بص دلوقتي الزيوت اللي احنا بنشتريها من لما بتروح تشتري زيت من السوبر ماركت او المحل بتاع الموادغ الغذائيه الزيت ده مش بتلاقيه ايه؟ صافي صح؟ شفاف هو كان بعد ما ثلاث عشر من الذره او نزل في الكتان او نزل في الرز كان صافي وشفاف كده؟ لا يبقى اذا هم عشان يعملوا يحولوا الصوره دي يجيبوا عليها عمليه تكرير. تكرير الزيوت الريفايننج بروسيس. عشان انا عمليه الريفايننج بيتم فيها ازاي كل المركبات اللي موجوده في الزيت معانا الترايجل سترايك. الزيت دي بقى موجود فيه ايه؟ موجود فيه ترايجل سترايك موجود فيه مركبات اللي هو عليها موجود فيه شروط موجود فيه شروط. فطبعا انا مش هينفع نفسي لو انا نزلت الزيت المستهلك خام هيفسد اصلا لان الحاجات دي بتتفاوض ازاي؟ طبعا انا عملت ريفايننج للزيت بيشيل كل حاجه ما عدا مين؟ مضاف لاسباب صناعي. مضاف لاسباب صناعي ده زي ماده اسمها الميثيليثر هيدروكسي تولين والميثيليثر هيدروكسي ايسول والبروبايل ده عاده مضافات الاكسده الصناعيه اللي بتضاف على الزيوت المكرره تبقى مواد مضافه صحيه وفيها عديد من الدول بتمنع الاكسده. طب
فبالتالي بيدوروا دلوقتي علشان يتغلبوا على المشكله دي يعملوا ايه؟ يشوف الزيوت الثانيه الطبيعيه زي مثلا زيت الرز. في ربنا بيرسل معاه حاجات تحفظها فيستخلص هذه المواد المضاده للثلج ويضيفها للزيوت اللي هو بيجربها، بنسميها هنا ناتشرال انتي اوكسيدنت، مضادات الثلج طبيعيه. يبقى انا عندي مضادات الثلج طبيعيه تم استخلاصها من المواد الطبيعيه، في مضادات الثلج الصناعيه اللي يتم الانسان بيعملها في المعمل. عاده مضادات الثلج الصناعيه دي بتبقى ايه؟ تبقى ضاره صحيه. تمام؟ كونسبشن اوف رايس بلان اويل زي بروتكت، بيقول لك ايه المواد الصحيه المحتمله، واحنا هناخد محاضره كامله عن الرايس بلان اويل. ايه هي الفوائد المحتمله للرايس بلان اويل؟ بروتكت ذا ليفر فروم اوكسيديت. ليه بروتكت ليفر؟ تحميه من ايه؟ من الاكسده. ليه؟ لان هو غني بمضادات الاكسده، سواء الاوريزالول او التوكوفلور او التوكوتيرينول، الثلاثه دول انتي ناتشرال انتي اوكسيديت. تمام؟ بلاك رايس بلان اويل شوز تو مور افكتيف ذان براون رايس بلان اويل. طبعا البلاك رايس بلان اويل على فكره وكل حاجه ان هو ليه فوائد صحيه كتيره، بس ليه اقراص رز برميه. يعني ايه؟ يعني انت خش على النت كده شوف كيلو الرز العادي كام وكيلو الايه؟ البلاك رايس بكام؟ هتلاقي ده قد ثمنه مثلا 20 مره 30، لان هي اقراص رز برميه ما بتتزرعش بغرض كبير. تمام؟ وهو طبعا البلاك رايس بلاك اويل مفيد في كل حاجه، الزيت فيه اكتر، الفينول كومباوند فيه اكتر، وهتلاقي الفوائد الصحيه بتاعته اكتر، بس مش متوفر زي الرايس بلاك اويل العادي. الميزه بقى للجامع والدانون، احنا قلنا ان الرايس بلاك اويل غني قوي في ثلاث حاجات، ايه هما؟ الجامع والدانون، وايه كمان؟ والليسيتين والتوكوفيرول والتوكوتيرينول. اول حاجه الجامع اوريزانول. جامع اوريزانول طالما احنا بقى ذكرناه هتدوروا برضه على ايه؟ اكتبوا كده هيلث بينفيت اوف جامع اوريزانول، الفوائد الصحيه للجامع اوريزانول. الحقيقه المركب ده مش موجود الا في حاجتين، هما زيت جنين القمح وزيت رجعكم. ماشي؟ الجامع والبيانات ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من مكونين، أول حاجة الترانس سيريوليك أسيد، والترانس سيريوليك أسيد ده عبارة عن ايه؟ فينول كومباوند، مركب فينول، مرتبط مع فايتوستيرول، الفايتوستيرول دي عبارة عن هيدروكربون موجودة في النباتات، عارفين الكوليسترول؟ ده بقى الشبيه بتاعه بس فين؟ في النباتات. يبقى الجامع والبيانول بيتكون من حاجتين، فريوليك اسيد مرتبط مع مين؟ مع فايتوستيرول. والمصدر الوحيد للجامع والبيانول هو مين؟ الرايس بلان اويل، ولذلك هو اسمه اوريزانول. اوريزا دي جايه من ايه؟ من الرز. انا التركيب بتاع مين؟ الجامع والبيانول. فين الفريوليك اسيد؟ وفين الفايتوستيرول اهو؟ الفايتوستيرول هتلاقيه ان هو عباره عن بص ادا مين؟ ادا الفريوليك لا هو ده لغايه هنا كده. بصوا يا جماعه مجموعه السي او او ده دايما الفريوليك اسيد بيرتبط بيرتبط بايه؟ برقم السيرين مسلسل. شايفين مجموعة السي او او دي كانت سي او او اتش، والمجموعة الثانية كان موجود بقى في الفايتوستيرول مجموعة كوبش.
الكيمياء فهو تبع مين؟ تبع الكوليسترول. دايما مرتبات الكوليسترول موجود فيها الوش او الاسترول. طول الوش هي واخده مين؟ الاتش وتبع مين؟ مدير المرض. تمام؟ كويس؟ وتتكون هنا رابطه ايه؟ رابطه دي اسمها ايه؟ رابطه استيريه. يبقى السي او او شرطه دي دي رابطه ايه؟ رابطه استيريه. امتى رابطه استيريه تتكون؟ لما بيحصل تفاعل تكوين ما بين مجموعه الهيدروكسين ومجموعه هيدروكسين. الاو اتش من الهيدروكسين والاتش من الهيدروكسين ويطلع ايه؟ جزيء مرض. والرابطه تسمى رابطه استيريه. يبقى الفيريوريك اسيد مرتبط بالفايتوسترول برابطه ايه؟ طب الرابطه الاستيريه دي عشان تتكسر محتاجه جزيء ميه وتفاعل ايه؟ اسمه تفاعل هيدروليك تحلل ماء. طيب بالنسبه ليه الفايتوسترول عباره عن ايه؟ اربع طبقات انفيوز منتصقه وطرف اهو برانشز طرف متفرع ودايما بيبقى فيه مجموعه كوريشن. تمام؟ والاطراف دي بقى كلها هي اللي بتحدد اسم الفايتوسترول اللي هي الزيادات دي. تمام؟ طبعا فيلم طويل وعريض ويعني في ناس بتعمل كل شغلها مثلا في البحث هو عاملين ايه؟ هو بيقيس 50 سم من القرص. كل اللي هو يشوفه بس يشوف ايه هي اصناف الاوريزادول اللي موجوده في القرص. يبقى هو كده يعني ياخد الدكتوراه بالقصه دي. تمام؟ البلاو درايف جاما اوريزادول كونتين محتوى البلاو درايف من جاما اوريزادول. خلينا الاول نفهم كويس البلاو الجاما اوريزادول ده اهو لما باجي عندك حبات البلاو درايف لما اجي اعمل ابايا ريبورت ده ويطلع روح جاما اوريزادول الجاما اوريزادول هروح مع مين؟ مع النخاع. وبعد كده لما اخد الرجاء ده اطلع منه ازاي؟ الجاما اوريزادول تروح مع مين؟ مع الزاي. فهمتوا؟ يبقى تبقى دايما ازاي؟ البلاو درايف هتلاقي تركيب الجاما اوريزادول كده طلعت من كام لكام؟ من 26 ل 63 ده في البلاو درايف. طيب اذا كنت انت قلت ان الانتري هاي الاصناف اليابانيه اعلى من الاصناف الهنديه مستواها من ايه؟ من الجاما اوريزادول. الاصناف اليابانيه ديت اللي هي الاصناف مين؟ القصيره المتوسطه. الاصناف الهنديه اللي هي الاصناف الطويل تقريبا هتلاقي ان الاصناف اليابانيه يعني ايه فيها قد الاصناف الهنديه حوالي مره ونص. الرايف بلان جامع الاندلس. طب تركيز الجامع الاندلس في ايه بقى؟ في الرجيع تلاقي اكثر بكتير قوي من البلاو الرايف تلاقي قد 10 مرات. طب خش على الزيت هتلاقي اكتر. ده ليه الكاميرا والجدول الرايس جيم وسايد تايم لور ذان رايس بلان؟ الجيم والجدول موجود اكتر في الجيم ولا في ولا في البراند؟ مظبوط. رايس جاما والجدول از ناتشرال انتي اوكسيدنت مضاد اكسده طبيعي. ليه بقى؟ لان الفريوليك اسيد اللي هو اللي احنا قلنا تركيبه ده مضاد اكسده قوي جدا. In some situations, gamma organol was more effective antioxidant than alpha tocopherol. بيقول لك ان تاثير الجاما والانزالول كمضاد للاكسده اكثر من مين؟ من فيتامين اي. 3 and the 3 major components of high gamma organol. طبعا المشكله بتاعت الجاما والانزالول ان هو مش مرتب واحد، ده هو 15 مرتب. ليه؟ انت عندك الفيريوليك اسيد ليه بعض الايه المشابهات والفايتوسترول اللي موجوده فيه. تعالى كده نشوف ويقول لك هي ايه بقى اكثر المركبات اللي في الجامعة والجدول ليها تاثير مضاد للاكسده. اول واحد سايكلو الدمايل فريولات. طبعا غير الفريولات ده نوع من انواع الفريولات النباتيه. تمام؟ 24 ميثيلين سايكلو الترايل فرولات ده نوع تاني من الفايتوسترول. كم الترايل فريولات ده برضه يبقى هنا دي كلها الاختلاف بس في ايه؟ في نوعيه الفايتوسترول الموجود. دول هاف هاير انتي اوكسيدنت اكتيفيتي قدرتهم كمضاد للاكسده مرتفعه. واذا قرر 20 مثلين سايكل الترايل فريولات بيسيبلي مور افكتيف يبقى اكثر واحد فيهم هو مين مضاد للاكسده؟
اللي هو 24 ميثيلين سايكلوكلوبيد، ده اكتر واحد فيهم مضاد للاكسده واكتر من فيتامين اي. الديسترايد دايت انريتد ويز فانكشنال كومبوننت جاما اوريزانول فروم جرام اكستراكت كان بيسبل ادجاست للسيرو كوليسترول ليفل، فتقول لي بيقول وين اوريدي هاي سوبر كوليسترول. يقول لك ايه الجاما اوريزانول ده ليه تاثير كويس قوي في خفض الايه الكوليسترول، وهو حفظ الكوليسترول بسبب ايه؟ هذا الجزء بتاع الفيوريك ولا الجزء بتاع الكوليسترول؟ بسبب جزء الكوليسترول ليه؟ دلوقتي احنا اتفقنا ان هو الجدول ده لما يوصل الامعاء خلاص نفسها ويطلع هنا مين؟ الكوليسترول. الكوليسترول ده تاثيره شبه تاثير مين؟ الكوليسترول. بس الكوليسترول موجود في الانسجه الحيوانيه والكوليسترول موجوده فين؟ الانسجه النباتيه. فبالتالي لما يجي يحصل الانتصاص بتاع الكوليسترول يحصل ايه؟ تنافس منه، فلا ده ينقص ولا ده ينقص. وبالتالي الكوليسترول اللي موجود في الغذاء ما ينقصش، والكوليسترول اللي اخرج في الصفرة ما ينقصش. فايه اللي يحصل؟ الجسم يفرز كوليسترول في الصفرة وتخرج مع الفضلات، والكوليسترول بتاع الغذاء يخرج مع الفضلات، وكأن بيحصل برنج او صفر الكوليسترول اللي موجود في الجسم. فايه اللي يحصل؟ السكر الكوليسترول بتاع الدم ينخفض. فهمتوا؟ ده لو جهزت لايك بروتين كوليسترول ديكريز باي 12% ان 2 ويكس افتر ذا تشينج فروم بي نوت اويل بين كونتيننج نو جاما اوريزانول تو فايت فرانكو. جمع ناس كانوا بياكلوا اللي هي الايه؟ زبدة الفول السوداني، فشالوا زبدة الفول السوداني وحطوا مكانها في الوجبة بتاعتهم ايه؟ زيت رجاء الفول. فايه اللي حصل؟ الكوليسترول بتاعهم انخفض بنسبة 12%. تمام؟ تورايد بلاد اويل بيز دايت كونتيننج بيريو بلاد اورزانول كونتيننج اند ريشيو اوف لو تو هاي بنسبة بروتين كوليسترول، وكذلك نسبة الهاي بنسبة بروتين كوليسترول ديكريز باي 19% ان 4 ويك فولوينج ذا دايت تشينج. يعني بيقول لك هنا ان هم لما شالوا زيت الزيتون السوداني وحطوا مكانها زيت رجاء الفول، الكوليسترول بتاع الناس اتحسن قوي والتوتال كوليسترول اللي بيقل الخطر. بتزيد ازاي اذر ذا اكس كومبوننت تاتش از ان ساتوريتد فاتي اسيد؟ طيب هنا السؤال اللي بيطرح نفسه، هل التاثير الايجابي هو طبعا هو حط شنو ده ولا غيره ولا حط ايه؟ حط هل التاثير الايجابي اللي حصل ده فقط بسبب الجامع والبنور؟ لا، ده هيبقى السبب كل المعشرات اللي ليها تاثير ايجابي اللي موجوده، وهيبقى برضه من ضمنها الانساتيوريت فاتي اسيد اللي احنا قلنا الاوليك والليمونيك اللي موجودين، وكذلك التوكوتيرينول. وفي فيريوليك اسيد فري موجود مش مرتبط مع الفايتوسترول تو ذا كوليسترول لورنج افكت اوف لايف بران اويل. ومش بس كده، ده كمان بيقول لك ان كل المعشرات المفيده دي ليها حاجه اسمها سينرجيستيك افكت. يعني ايه بقى سينرجيستيك افكت؟ تاثير تعاوني. يعني ايه؟ يعني الحاجه دي لما بتكون موجوده لوحدها بتعمل تحسين. يعني مثلا الفيروس ده لما بيكون موجود لوحده بيعمل تحسين بنسبه 10%، وتشوفوا في روح بيعمل تحسين بنسبه 10%. لا هم الاثنين لما يكونوا موجودين مع بعض بيعملوا تحسين بنسبه 25%. يبقى احنا عارفين ان ال 20 دول جايين من دول 5% منين؟ بسبب وجودهم مع ايه؟ مع بعض. فبيسموها يا جماعه سينرجيستيك افكت، تاثير تعاوني. بص كده لو بيقولوا ان الترانس بريوديك اسيد مين غير سيمولار انتي سيروجينيك بروبيلتي بطرود ترانس ميكانيك. بيقول لك ان كل مين جامع بيزالون والبريوديك اسيد ليهم تاثيرات ايجابيه فيما يخص الامراض القلب والاوعيه الدمويه، بس الميكانيزمات مختلفه. As equal to data given, Oliveron has a greater effect in lowering plasma non-hydrolyzed protein cholesterol. ولكن يعني سبق علميا خلاص ان الاوليفيرون بيقلل التوتال كوليسترول وال ال دي ال كوليسترول وبيحسن الهايدريزد كوليسترول.
الريتنج اللازم عايزه بيزود ال HDL زان سيريوليك اسيد. اقول لك يعني ان لما جم بقى قاسوا السيريوليك اسيد لوحده والاوريزانول لوحده لقوا ان الاوريزانول تاثيره اقوى من مين؟ من السيريوليك اسيد. So greater extent and increase وده سببه ايه؟ سببه ان الاوريزانول في مجموعه الكوليسترول اللي بيحصل بينها وبين الكوليسترول كومبيتيشن وبالتالي بيحصل زياده للكوليسترول في الفضلات. هو الفلوريك اسيد من هالجريتر اسيد اوكسيد. الفلوريك اسيد عنده خاصيتين كويسين، اول حاجه هو مضاد للسماد، والحاجه الثانيه ان هو مضاد اكسده قوي جدا وقد يكون اقوى من الايه؟ فيتامين اي. طبعا ده كله موجود فين؟ في الرجيله المقارنه. فايتامين اي بيقول بي نيو بوتنشال سيربريز، يعني بيقول لك هنا وبالتالي الاوريزانول الاول هو الكوليسترول سيلوليت بدا اكيد تاثيرات علاجيه كمان ضد الايه؟ الجاسترو انتنسل انفلومتري ديزيز اللي هي الامراض اللي بتحدث في الجهاز الهضمي اللي مرتبطه بالالتهابات زي المشاكل اللي بتحصل في الامعاء والقولون وبتؤدي في الاخر تبقى نتيجتها تشخيص الكانسر. There are anti-inflammatory effects could be related to the antioxidant effect of periodic acid. الانتي انفلومنتري ده هي بتحدث بسبب مين؟ الفليوريك. وبيحدث بسبب الفليوريك لان هو قدرته قدرات الاكسده ايه؟ مرتفعه، وبالتالي بيمنع تكون الشواذ الحره اللي هي الفري راديكال والمركبات الضاره اللي هي ممكن تكون ايه؟ كارسينوجين.